مشاهدي ومتابعي قناة الشروق الفضائية، مسابقة الشروق مرت من هنا، مرحب بكم، بنحييكم وحلقة جديدة من مسابقتنا الشروق مرت من هنا. حلقتنا الليلة وزي ما شايفين نحن طريق الخرطوم مدني ولاية الجزيرة، حلقة جديدة، متسابقين جدد، فايزين جدد، إجابات جديدة، أسئلة. نتمنى لكم متابعة طيبة، كونوا معنا. مشاهدينا الاعزاء، مرحبا بكم في ولايه الجزيره، اهل البشاشه والكرم والجود، اهل الزراعه، اهل الرعيه، اهلنا الطيبين في الجزيره الحبيبه الحنينه. اول محطاتنا من الجديد الثوره، سؤال جديد، اجابه جديده، فايز جديد، نتمناه من اهلنا واحبابنا ناس الجديد الثوره، وجائزه جديده، تابع معنا. السلام عليكم ورحمه الله. ان شاء الله طيبين، كيف الحال؟ الله يسلمك، بارك الله فيك، الحمد لله، ان شاء الله طيبين. حبابكم، حبابكم ان شاء الله طيبين، حبابكم، اليوم السعيد الليله جابكم، حبابكم ان شاء الله طيبين. اول حاجه ما شاء الله، احنا ما شاء الله، اي ما شاء الله، مرحبا حباب ابو الله يسلمك. اخونا المساح، هاي المساح ده قابلتنا اول زوري. ايوه نعم، هاي جيت قدامنا، ايوه، وجريت قدام العربيه، ايوه، وانت ما مرخص. نعم، ما مرخص، كوبسنجي، هاي عارف نزلت الزلط وين؟ اي والله جيتنا مع النزه، اي مع النزه. طيب احنا نتعرف عليك، اسمك منو؟ الاسم ابو القاسم الحاج الطيب من ابناء جديد الثوره، اللقب المساح. المساح لغبوك المساح لين؟ والله لغبوني المساح بتاع مدني، الله يرحمه، الله يرحمه ويغفر له. لو انت كنت مشاي ولا شنو؟ لا ما مشاي والله، بحب الشغل، بحب الشغل. طيب كومسنجا اصلا؟ كومسنجا اي. بتشحن حفلات وين؟ بشحن حفلات مدني. مدني بتقولوا شنو؟ مدني كاملين حصحيصه، يا التي المسيده المزعوديه النوبجيات. دي حفلاتكم شغاله؟ دي حفلاتنا شغاله. ما عندكم نغمات؟ ما بتعملوا نغمات كده؟ النغمات حلوه شديد والله، نغمات حلوه، لكن مرات اشتغلوا هزال. طيب سؤالنا، نعم، احنا الليله في الجديد الثوره. نعم والله، حياك الله والله. هاي الله يحييك والله بأهلها وبطيبتها. الجديد الثوره دي كان اسمها الجديد. نعم، كان اسمها الجديد. نعم ايوه صح. نعم، والاسم ده جاي من زمن عمارة دونقص وعبد الله جماع. ايوه صح، لما نجوا فيها سنه 1505. ايوه سموها الجديد. ايوه، في زول كمل عليها اسم الثورة، سماها الجديد الثورة. بالراحة بالراحة، مش معاك، سماها الجديد الثورة. الكلام ده كان 1970، والزول ده كان عضو في مجلس قيادة ثورة مايو مع الرئيس الأسبق جعفر نميري، كان معاه، جه هنا عمل خطاب، هو عضو مجلس قيادة مايو، عمل خطاب هنا سنة 1970، سماها الجديد الثورة. عارف الزول ده منه؟ ممكن تدوني خيارات؟ لا لا، الزول ده واضح، انت كنت جاوب كم عارف تبع ذاك. اديني خيارات يا حمد يا اخي، في زول شفافك، لكن اديني خيارات عليك الله، في زول شفافك، انت ما سمعت. اسمك؟ ما سمعت والله. وقال لك اسمك دي شنو يعني؟ اسمك؟ انا اسمي ابو القاسم. انت عارف الزول منو؟ والله ما عرفته، ما عرفته. اديني خيارات انا ما بدي خيارات، ما بعد امر لي على الفريق، خليك واقف بس. خلاص خلاص، والسلام عليكم يا اخوان، ان شاء الله طيبين، بارك الله فيك اخواننا. في بريد عمنا منو؟ انا ادم محمد. ادم محمد، ادم محمد، ادم من وين؟ من فراجيل هنا، شكله فراجيل يا اخي. طيب اصلا شغال في الجديد هنا؟ لا لا، ما شغال في الجديد، في الجزيره، وجاي ضيف هسه ماشي هنا، جاي ضيف عندي مزاري، عندي جاي بس. ما شاء الله تبارك الله، الحمد لله. طيب الجديد الثوره دي، عارف الزول اللي سماها الجديد الثوره منو؟ والله دي ما بعرفه. ما بتعرفه؟ لا ما بعرف. زمن مايو. نعم زمن مايو الوقت ده سماها الجديد الثوره، ما عارفه؟ ايوه عارفه الجديد الثوره ده، عرفنا، لكن زول اللي سماه ده ما عارفه. محمد منو؟ زول الكبل اسم ده ما عارف، لكن جديد الثورة ده أنا بعرف. ما عارفه أنت؟ ما عارفه. أبو القاسم محمد إبراهيم. أبو القاسم محمد إبراهيم على اسمه ذاته. على اسمك أنت؟ أي أبو القاسم محمد إبراهيم، متأكد وصابت، راجع 100%. والله والله. طيب خلاص، نحن نعتبر إجابة بس ونشوف غيره. بس خلاص خلاص، السلام عليكم. إن شاء الله طيب، نتعرف عليك. عبد الفتاح البشير حمزة. منو؟ عبد الفتاح البشير. عبد الفتاح الحمادي في بريد. بريد ثقيل والله العظيم، هو القمح ناجح والله العظيم. ما شاء الله تبارك الله، الحمد لله، خير البلد. يقولوا ما جاي منكم، من جاي؟ الحمد لله، من جاي يعني، ان شاء الله. اللبن والعيش والعيش، ربنا يديكم الصحه والعافيه ويخليكم لروحكم. اللهم امين.
انت اصلا من الجديد؟ من الجديد. طيب كويس. سؤالنا سمعتوا الجديد الثوره كان اسمها الجديد بس والاسم ده جاء من زمن عماره دونقص عبد الله جماعه لما جو هنا كان اسمها خليف صح؟ هم اجتمعوا وتحالفوا فيها سموها الجديد. بعد ذاك جاء عضو من قياده ثوره مايو سنه 1970 خطاب جماهير هنا غير اسمها للجديد الثوره. عارفوا منو العضو؟ الله ما متأكد. زمان نميري ما متأكد والله. انت اتولدت كم؟ انا 62 بالضبط كده. 62 يعني عمرك كان 8 سنة. اي 8 سنة. اي ما حضرت الخطاب؟ لا لا والله والله ما حضرته. خلاص احنا نتمنى لك التوفيق معنا المره الجايه. احنا سعيدين نكون معكم في الجديد الثوره. بارك الله فيك. الله يسلمك. الله يبارك فيك. الله يسلمك. السلام عليكم. كيف الحال؟ اها نتعرف عليك. عبد الرحمن خلف الله الامين. عبد الرحمن؟ نعم. من الجديد الثوره؟ لا من السديره. السديره الشرقيه. سديرة الشرقية. سديرة الشرقية قريبة من هنا؟ قريبة طبعا. بتجيب شنو؟ 22 كيلو بالهوايس. ها؟ مواصلات؟ لا بكاسي ولا هوايس. حفلات. هوايس حفلات. هوايس حفلات 22 كيلو. هاي. نفر بكم؟ نفر ب 2000 جنيه. 2000 جنيه والله قريبة من بعيد. 2000 مشي و2000 رجع. 2000 رجع و2000 جاي. طيب سؤالنا. هاي. الجديد الثورة. نعم. اتسمت الجديد الثورة في عهد مايو 1970 في عضو من مجلس قيادة ثورة مايو خاطب الجماهير هنا. وغير الاسم من الجديد سماه الجديد الثورة. عارفه منو؟ نعم. منو؟ جعفر محمد نميري. جعفر محمد نميري. ما بتتراجع؟ ما بتراجع والله. والله ابعاد شخصية. ابعاد شخصية. هاي ابعاد ابعاد شخصية ما بتراجع. خلاص احنا ناخذ اجابتك دي وان شاء الله تكون معنا. من السلام عليكم. وعليكم السلام. الله يتولاك. بارك الله فيك. كيف حالك؟ الحمد لله. اتعرف عليك. محمد علي محمود بكري معلم بتعليم الاساس مكتب تعليم الصناعات الاحصاء والتخطيط التربوي ومن مواطنين النوبة. النوبة؟ نعم. ما شاء الله نحن بنحييك وبنحيينا في النوبة. الله يكرمك يا أخي. طيب علاقتك بالجديد الثورة شنو؟ والله علاقة قديمة جدا لأنه الجديد دي أصلا إث يعني. نعم. ولنا علاقات جذرية في داخل الجديد لأنه عندنا أسر الآن بتربطنا بها. نعم. وهي طبعا علاقات قديمة جدا بالإضافة لأنه إحنا الجديد دي عندنا هي باعتبار أنه هي السنتر بتاع المنطقة. نعم. بتاعة وحدة الصناعات اللي تابعة لولاية الجزيرة. نعم. وصل المناطق دي متداخلة في بعضها. نعم نعم قريبة. نعم نعم. أصلا مساحاتها نعم كلها ما نعم يعني من بعض قريبة جدا. برضو في يعني المصاهرة بين الجديد والمناطق اللي حولهم يعني. نعم. الناس متداخلة مع بعضها. نعم نعم. طيب نحن أصلا كان اسمها الجديد. نعم. اسمت الجديد الثورة. نعم. الكلام ده 1970. نعم. سماها عضو من مجلس قيادة ثورة مايو. نعم نعم. بعد الرئيس الأسبق نميري. نعم. زار المنطقة دي وخاطب الناس. نعم. 1970. نعم. سماها الجديد الثورة. منو الزول؟ هو الرأي تقريبا أبو القاسم محمد إبراهيم. نعم. أبو القاسم محمد إبراهيم طبعا هو كان عضو من قيادة الثورة. نعم. وفي لقاء جماهيري كبير جدا كان في منطقة الجديد وأطلق عليها الجديد الثورة. الجديد الثورة واحد. فأيضا في الجديد الثورة اثنين وفي الجديد الثورة ثلاثة. هم قريبين من المنطقة دي؟ يعني بتمشي بتدرج يعني الثورة واحد الثورة اثنين الثورة ثلاثة. أيوة أيوة. نعم. كلها في المنطقة دي؟ كلها في إيريا واحدة يعني. إيريا واحدة. أي. لكن واحد اثنين ثلاثة. واحد اثنين ثلاثة. ما شاء الله تبارك الله. نحن بنحييكم ونتمنى لك التوفيق معنا. الله يكرمك. الله يكرمك. صحيحة. الله يكرمك. وإن شاء الله نمشي نجي الدورة جاي نلقى الجديد أربعة وخمسة ستة سبعة عشر. أي. الله يديك. نتمنى يعني لقناة الشروق إن شاء الله كل تقدم وكل ازدهار وهي من القنوات يعني اللي ظهرت بمستوى عالي جدا يعني. الله يكرمك. شكرا. يديك العافية أستاذ. الله يفيدك. مرحبا بك. السلام عليكم. وعليكم السلام. ان شاء الله طيب يا اخي. عمنا منو؟ مصطفى الخدر النعيم. مصطفى الخدر. نعم. من الناس الجديد. الجديد ثوره واحد. ما شاء الله الثوره. نعم. واحد. نعم. طيب سؤالنا الجديد كان اسمه الجديد الثوره كان اسمه الجديد. نعم. اتسمت من زمن عماره دونقص عبد الله جماع. ايوه. الكلام ده 1505 لكن في 1970. نعم. عضو من مجلس قيادة ثورة مايو في زمن. نعم. الرئيس الأسبق جعفر نميري. نعم. خاطب الجماهير هنا وأضاف لها الثورة بقت اسمها الجديدة الثورة. نعم. عارفه منه؟ أبو القاسم محمد إبراهيم. أبو القاسم محمد إبراهيم. نعم. الخطاب ده حضرته؟ نعم. أيوه. أنت ذاتك حضرته؟ أي نعم. غير الاسم فوق مش؟ أيوه أيوه. غير من الجديد خليف للجديد ثورة واحد. من الجديد شنو؟ من الجديد خليف للجديد ثورة واحد. هي أصلاً كان اسمها خليف؟ كان الجديد خليف. نعم. والاسم ده ذاته كان من زمن عمارة دونقص عبد الله. نعم. كان اسمها خليف. نعم. يسمت الجديد الثورة. الجديد الثورة واحد. طيب نحن نتمنى لك التوفيق والتابع معنا إن شاء الله. بارك الله. الله يكرمك. بارك الله فيك. الله يديك العافية. محطتنا الأولى كانت في الجديد الثورة ولاية الجزيرة. التغنى بأهلنا وأحبابنا الطيبين. سؤالنا كان الاسم الجديد الثورة. من هو الذي أطلق هذا الاسم على منطقة الجديد؟ الكلام ده 1970 عضو بارز في مجلس قيادة ثورة مايو
زمن الرئيس الأسبق جعفر النميري. الإجابة هو الرائد أبو القاسم محمد إبراهيم، وكنت معانا أنت أبو القاسم ذاتك. أبو القاسم الحاجة الطيب من أبناء جديد الثورة. الجديد الثورة. اللقب المساح. اللقب المساح بين قوسين. كما قلت المساح ده أنا ما بتكيف ذاته. أنت ذاتك ما بتكيف. إلا تقول المساح. طيب أقول لك المساح ولا أديك جائزة؟ أديني جائزة. لأني ماشي معك عفيان والله. وحياة الله. مرحبا بكم، ما زلنا متواصلين الليله، نحن داخلين على ولايه الجزيره. الان نحن في جياد، واسم وقفة جياد معروفه يا اخواننا، اكبر مجمع صناعي بالمنطقه، 15 كيلومتر مربع دي المنطقه دي والمجمع الصناعي. جياد بتحتوي على 3 قطاعات رئيسيه: قطاع الصناعات المعدنيه، وقطاع الشاحنات والترترات، والقطاع الثالث قطاع اداري. سؤالنا عن جياد محطة، نزل الناس يا اخواننا نشوف السؤال شنو اجابته شنو، تابعوا معنا. طيبين، الله يحفظك بارك الله فيك، ان شاء الله طيبين الحمد لله. شباب ان شاء الله طيب، زيك سلم، كيف الحال؟ الله يبارك فيك. احنا عندنا مسابقة اسمها الشروق، مرت من هنا جوائزنا فورية في العربية، بنزل الناس عن منطقتهم اللي هم فيها. الزول اللي بيعرف الاجابة بيكسب معنا جائزة. نتعرف عليك من الشاركين. هادي عباس محمد الحاج. هادية من جيات هنا. طبعا جيات ما في زول ولده هنا صح؟ لا ما في، ما في زول ولده هنا. يعني الناس جابت ظروف العمل وكذا. طيب يا هادي، نحن سؤالنا عن جيات. متى تأسست مدينة جيات الصناعية؟ تأسست مدينة جيات الصناعية في سنة 2001. 2001؟ متأكدة؟ هاي متأكدة. طيب خلاص، نحن نعتمد إجابة منك وإن شاء الله تكوني معانا من الفائزين إن شاء الله. السلام عليكم، ان شاء الله طيبين، كيف الحال؟ الله يسلم، الله يبارك فيك، الحمد لله. نتعرف عليك. اسمي شراء علي. منو؟ من شراء علي. شراء علي، انتم من ناس جيات هنا؟ من ناس جيات. ابوكم شغال هنا؟ ابونا شغال هنا. عندكم عربيه جيات؟ عندنا عربيه ساي جريس. جريس ساي؟ يعني ما جابوا لكم الجيات؟ لا لا لسه. ان شاء الله نجي الدور الجاي نلقاكم راكبين الجيات ان شاء الله. طيب سؤالنا، متى تاسست مدينه جيات؟ متى تأسس السنة جياد؟ لا ما سنة جياد، مدينة جياد. مدينة جياد هاي. والله ما عندي فكرة عنها. انت جيتوا امتين؟ نحن من ما جيناها لها 9 سنين. يعني جيتوا سنة كم؟ استكنا لنا 9 سنين. 9 سنين يعني جيتوا 1999؟ 1999 هاي. طيب انت بتفتكري انها تأسست كم؟ والله ما عندي ذكرى عنها. طيب لما جيتوا لقيتوا ناس قاعدين؟ لقينا بسيطين يعني ما كثيرين. بسيطين دين ما عرفتون يومتين؟ والله ما بعرفهم جمتي. ما عرفتهم. طيب احنا ان شاء الله نتمنى لك التوفيق معنا في المرات الجايه ان شاء الله. الله يديك العافيه، نتابع. السلام عليكم. خالد تفضل انت. السلام عليكم، كيف الحال؟ ان شاء الله طيبين، بارك الله فيك. السلام عليكم، ان شاء الله طيبين الحمد لله، الله يبارك فيك. السلام عليكم سيد الدكان، ان شاء الله طيب الحمد لله، الله يسلمك، ان شاء الله طيبين. السلام عليكم يا اخوان، عندنا سؤال عن مدينه جيات، والناس لو ما عرفوا عن بلدهم والحياه تبقى مشكله طبعا. طيب نتعرف عليك. رجاء محجوب. رجاء محجوب. في جياتنا. مدينة جياد الصناعية. مدينة جياد الصناعية. رجاء سؤالنا، متى تأسست مدينة جياد الصناعية؟ عام 1997. 97؟ متأكدة؟ الله أعلم. الله أعلم. أنتوا جيتوها كم؟ نحن جينا سنة 2002. 2002. الدكان قال لك من 2000، معناها دفترك مسجل من 2000. دينك من 2000 قاعدين. أنا جيت 2002. جيت 2002. طيب خلاص، أنا حناخذ إجابتك دي، نتمناك معانا من الفائزين إن شاء الله. الله يرضيك. نتعرف على إخواتنا هنا برضو. منو؟ إحلام عبد الله. إحلام مرحب بك. أهلا وسهلا. من نجيات هنا؟ جيتوا سنة كم؟ جينا سنة 2002. 2002؟ جيتوا معنا رجاء؟ يوم كن واحد جينا؟ جينا يوم 3/7 قايتوا 2002. طيب عارفة مدينة جيات دي تأسس سنة كم؟ أول ما سواها سنة كم؟ أول من أسسوها 1999. 1900 كم؟ 99. 99؟ تأسيس بدل آية التشييد. التشييد؟ هاي 1999؟ طيب نحن ناخذ إجابة وإن شاء الله تكوني معنا من الفائزين. اختلفت الإجابات، نحن بناخذ الإجابة الصح. إن شاء الله. الله يبارك.
السلام عليكم. ان شاء الله طيب يا اخي، الله يبارك فيك. الحمد لله نتعرف عليه. نزمن علي احمد. ونزمن علي. نعم. جي جياد 200. جي جياد 2002. 2002. نحن هسه سالنا النسوان ديل ونرين جياد اسس سنه كم؟ هم مالياتك ياسين مكملات قروش الرجال ما عرفها جياد سوامسه. وبرجل المرتبات لما تجي بيشترن. اي واحد معبي كيسه ما عارف جياد سوامسه. انت سؤالنا متى تاسست مدينه جياد؟ 97. 97؟ نعم. متأكد؟ إن شاء الله. طيب خلاص نحن بناخذ إجابة صحيحة. وكما طلعت إجابة صحيحة من غرمك نشيل لنا منك صلصة ودين. أبشر والله أبشر والله. ناس زياد بدينه؟ كلهم ديون. ديون لكن بيحلوا. بيحلوا أي في المرتبات هاي طوالي قطع طوالي. يعني أنت منا والمرتب باكر إنك من عارف تجي ما. والله عمة طوالي في الليل. والله نحلق دريبك في السقي بزوجة إجابة. أزولوي والله أسكت بس خلوا لي. إن شاء الله ربنا يديك الصحة والعافية. وناس ما سهلين دي ناس بينتجوا للبلد. لا إن شاء الله بينتجوا بيحلوا والله. أبشر بالخير. إما حلوا أنا بحلك. الله أكبر. الله يديك العافية. نعتمد إجابتك إن شاء الله تكون معنا من الفائزين. إن شاء الله. جوائزنا فورية. الله يبارك. الله يديك العافية. طيب نتعرف عليك. أخت رجاء عبد العزيز. رجاء مرحبا بك. أنتوا ناس جياد؟ أيوة ناس جياد. جيتوا كم يا رجاء؟ 2002. 2002. أنت ناس المنطقة دي كلهم جوا 2002؟ أيوة لأنه الافتتاح افتتحوا 2001 ذات المدينة ذاتها. أيوة في ناس نزلوا قبلنا من 2001. أنتوا القطاع الشرقي؟ أيوة. في قطاع غربي؟ نحن ده نحن بالنسبة لنا قطاع الشرقي نحن. الشرقي ده عملوه 2002؟ ايوه هي نزلت فوق الناس 2002 و2001 يعني الناس نزلت لانه الناس اللي قدامنا يعني ما كانت عدديه كبيره واحنا جينا هم بعد يوم. طيب سؤالنا جياد ذاته كلها اذا اسس السنه كم؟ لما اسمه قال كل الاخوان دينا 1977 هنا 79 8 هنا 97 90 هاي دي جابتك النهائي؟ اي. طيب خلاص احنا نتمناك من الفائزين. بس تكلمنا عشان دكان قال نسوان بجرن منهم بدينا بحلنا اخر الشهر ما عصرا على الرجال ما تكلم. لا والله ان شاء الله يعني ما قاعدين نحصر عليهم شديد لهم بس الا المهم الحاجات الضروريه والواجبات. اي لانه المرتب ده ثاني عنده جنبات ثانيه ما اي ذات احنا بنخاف من جيزاتنا يعني ما ناخذ فيها فتره طويله. لا والله ربنا يديكم الصحه والعافيه ورجالكم هم اللي بينتجوا. أيوة بيقدموا للبلد دي يعني ان شاء الله ربنا يديهم بقدر ما قدموا ان شاء الله. والله ان شاء الله الله يديكم العفو. انا ذاتهم مو مقصرين يعني. الله يديكم الصحه والعافيه. الله يسلمك شكرا لك والله. الله يبارك. السلام عليكم. وعليكم السلام. كيف حالك؟ الحمد لله. الله يتولاك. بارك الله فيك. نتعرف عليك. الزبير محمد عبد الله. الزبير من جياتنا؟ لا من المسعوديه. من المسعوديه؟ هاي. لكن شغالين في جياتنا؟ لا شغال في جياتنا. ما شاء الله تبارك الله. طيب نحن سؤالنا متى تأسست مدينة جياد الصناعية؟ التأسيس ذاته كان متى؟ جياد كلها؟ جياد والله ما عندي يعني انت جيت متين طيب؟ والله طبعا كنت في الاختراب ونجيت قريب ده ما اعرفها. لا جياد ذاته جيت متين 2000 والله قبل شهرين. قبل شهرين؟ هاي. لكن بالتغريب كي تأسست سنة كم؟ انت كنت مغترب؟ مغترب هاي. طيب اخر مرة جيت السودان كان متين؟ 2004. لقيت جياد فيه؟ اللي موجود هاي. قبل جيت متين؟ من قبل جيت 2001 لقيت جياد موجود هاي. طيب قبل جيت 200 انا مش معك حبه حبه 99 تقريبا 99 لقيتها فيه موجود هاي. طيب قبل جيت 200 الله يبارك ذكر تقريبا 1099 تقريبا 99. طيب انا حناخذ اجابه ان شاء الله اتمنىك ما تكون معنا من الفائزين. الله يبارك فيك. بعد ما اكون عدت لك سفريات اقدر ناخذ ضرائب سمعوني ولا لك. الله يديك الصحه والعافيه. الله يبارك فيك. الحمد لله. الله يسلمك. الله يديك العافيه. اسمك منو؟ يوسف احمد عبد المحمود. يوسف من وين؟ المعيلك حي القبه. المعيلك حي القبه. ايوه ما شاء الله. جنبكم الدبيبة حاج عبد الله. الدبيبة عبد الله ومكركا والريحانة. أيوة والريحانة واحد والريحانة اثنين. أيوة. ما شاء الله والله نحن عبرك بنحيي هنا ناس المعيلك. أبشر والله. طيب نحن أنت شغال في جياد؟ شغال في جياد. ليك كم سنة؟ 7 سنين 6 سنين. 7 سنة. أي. طيب سؤالنا جياد إذا أسست 200؟ 1900 بدأ فيها التأسيس سنة 1997. 1997؟ أي. ما المباني؟ جياد ذاتها في عظمة ده. هنا والله انا شغال. لا ما هنا في المدينه هنا. الاجياد ذاتها اول جياد ذاتها اتعملت سنه كم؟ 96. 96؟ اي. متاكد ولا غدرت؟ ان شاء الله. ان شاء الله. ان شاء الله. ان شاء الله. نحن نتمناك تكون معنا من الفائزين ان شاء الله وان شاء الله تكسب معنا جائزه. ابشر والله. الله يديك العافيه كثر خيرك يا اخي. الله يبارك فيك. لا
لاحظ. نتعرف عليك. محمد شريف محمد صالح. محمد شريف محمد صالح. من وين؟ من جيات هنا مجمع الشهيد إبراهيم شمس الدين. مرحب بك. أصلا من وين؟ مجيادي ما فازوا ولدك؟ أصلا من الشيخ الطيب شمال مدرمان. الشيخ الطيب ما شاء الله. سؤالنا متى تأسست مدينة جيات؟ تأسست مدينة جيات 1997 وتم الافتتاح في 24 أغسطس 2000. 2000. طيب ما نحن ما بنزعل عن المجمع ده، ما الشرق والمباني والسكن. الفكرة ذات التأسيس المدينة جيات ذاتها سنة كم التأسيس؟ كفكرة ولا كبداية؟ كفكرة ولا كبداية؟ كانت الفكرة كانت كم؟ الفكرة كانت 94 كفكرة في بداية. 94 في 96 بدأ التأسيس. نعم نعم. أنت متأكد من الموضوع؟ نعم. حضرت الزمن ده؟ كيف ما حضرت؟ كنت شغال في جيات؟ لا لا ما كنت شغال في جيات، لكن كنت متابع انه ايوه 94 الفكره، 96 التاسيس، 2000 الافتتاح، 2024 اغسطس 2000. خلاص نحن نتمناك معانا من الفائزين، ان شاء الله تكسب معانا. الله يبارك فيك. الله يديك العافيه ويجزيك الخير. الله يبارك. السلام عليكم ورحمه الله. ان شاء الله طيب يا كيف حالك؟ الله يكرمك. نتعرف عليك. صلاح مبارك عبد الله. صلاح من وين؟ من الدبيب عبد الله اللي في المعالك. ما شاء الله والله ناس المعالك هنا يعني اغلبيه ما شاء الله. نحن بنحييك وعبرك بنحيي اهلنا ناس الدبيب عبد الله. سؤالنا ناس المعالك والدبيب. ما هو نبدا بالدبيب ونحيي المعالك. مرحبا كاملين. ولايه الجزيره. ولايه الجزيره نحن الليله في ولايه الجزيره نحن بدينا. مرحبا بك ولايه الجزيره. وسعيدين بولايه الجزيره وبناسها لانهم ناس انتاج وناس عمل. سؤالنا متى تاسست مدينه جياد الصناعيه؟ تأسست مدينة جيات الصناعية في عام 1997 وتم الافتتاح في عام 2000. الافتتاح في 2000. نعم. طيب فكرة جيات كانت سنة كم الفكرة؟ والله الفكرة دي يا أخي ما أنا ما أعرفها بالضبط، لكن التأسيس 97. 97 الافتتاح في عام 2000. خلاص أنا حنتمناك معانا من البايزين وإن شاء الله يعني تكسب معانا جائزة إن شاء الله. الله يديك العافية. تحياتنا يا أستاذ دبيبة. الله إن شاء الله. الله يرفع. السلام عليكم. إن شاء الله طيبين يا أخي. نتعرف عليك. جعفر عز الدين عثمان. جعفر. نعم. يا أخي نحن عندنا سؤال لليلة زول جاوبه ما. نعم. وجينا لنا جياد ذاته. نعم. سؤالنا عن جياد. نعم. متى تأسست مدينة جياد الصناعية؟ مدينة جياد الصناعية بدأ التخطيط في شهر 5/97 1997 بدأ التخطيط. نعم. في المدينة الصناعية. نعم. شهر 11 بدأ التخطيط للمدينة السكنية. نعم. نعم. 97. نعم. طيب الفكرة في التأسيس ذاتها فكرة. نعم. جياد سنة كم؟ فكرة جياد في التأسيس الفكرة بدأت يعني تأسست المدينة ذات التأسيس بتاعها ما الافتتاح. نعم. يعني الفكرة ذاتها كانت سنة كم؟ البداية في التنفيذ. لا البداية في الفكرة ذاتها. البداية في الفكرة ذاتها تقريبا 94. 94. نعم. لكن نعم. طيب نحن نأخذ إجابة ونتمناك معانا من الفائزين. الله يديك العافية. الله يديك العافية. الله يسلمك. الله. السلام عليكم. إن شاء الله طيبين. بارك الله فيك. الله يبارك فيك. الحمد لله. الحمد لله. نتعرف عليك. أسهر مصطفى محمد العاقب. منو؟ أزهري مصطفى محمد العاقب. أزهري. مرحب بك. وما شاء الله على سامي ناس كلها حكومات لقينا جعفر. نعم. يعني على النمير ولقينا أزهري. نعم. وماشي كويس الحمد لله. سؤالنا عن تأسيس مدينة جياد، سألنا الناس دي كلها ما خلينا زول، ما في زول ادانا التاريخ الحقيقي للتأسيس. في ناس بيقولوا تواريخ عن 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 الإنشاء مثلا السكن، إنشاء الصناعية، جياد الصناعية إنشاء كده. لكن نحن سؤالنا عن التأسيس، الفكرة جياد ذاتها كمدينة صناعية يعني كانت سنة كم؟ والله دراسة الجدوى هي تقريبا 93. نعم. دراسة الجدوى. نعم. بداية الإنشاءات 97. نعم. الافتتاح كان في أكتوبر 2000. الافتتاح كان في أكتوبر 2000. 2000. نعم. إن شاء الله. من كم؟ أنا من 2000 تقريبا. ها؟ 2000. 2000. نعم. طيب في الخريف كي ما قاعد تجي عربية مارقة بمجرة ولا بينا الواحد كذي يجي جيادي في الخريف يتلبب لي مجرة بورا كذي والله فيها والله الصغار صغار دي الناس الأكثر. نعم. مرقت حاجة؟ لا أنا جايبكم أسرتوا بمواتر ما مرقت حاجة. أي أنا إحنا طيب إحنا بنحييكم وحقيقة السؤال تعبنا فيه. نعم. الدراسة الجدوى والتأسيس نحن نتكلم عن التأسيس كالفكرة. نعم. وكان 1993. نعم. أسهري تطور زول يجاوب اللي جاوب دي صح. الله يديك الصحة والعافية. أنا إحنا من جينا هنا إحنا أخذنا الفكرة ذاتها قلنا التأسيس ده ما البناء ولا الإنشاء. نعم. جيادة تأسست 1993. نعم. إحنا بنهنيك وبنبارك لك أخوانا. سؤالنا كان عن مدينة جياد والتأسيس كان 1993. جياد مساحة أكبر مجمع صناعي في هذه المنطقة 15 كيلومتر مربع بها 3 قطاعات رئيسية، قطاع الصناعات المعدنية، قطاع الشاحنات والتراكترات، والقطاع الإداري الثالث. بالضبط كده. أسهر أنت تمشي معنا العربية إن شاء الله نسلمك. الله يديك العافية. الله يرحمك.
طيب مرحبا بكم. وفاز معانا اخونا أزهري بن حيك. أزهري متزوج؟ متزوج الحمد لله. الحمد لله. عشان انت متزوج يعني احنا نديك حاجه تنفع البيت كله. مرحبا ماشي لبراك. مرحبا بك. احنا بنديك جايزتك معانا بوتجاز 4 عيون بفرن. الله اكبر. الله يديك العافيه ونبارك لك ونتمنى لك الصحه والعافيه. الله يكرمك. الله يديك العافيه. متواصلين معاكم وحلقة الليلة ومتواصلين في جياد. لقينا الترحاب الشايفاوي عينكم ده، الناس مرحبة بينا خالص، وفي ناس بياكلوا سندوتشات، زول ادانا قرمة ما في، زول عبرنا ما في، لكن احنا مصرين ندون جائزة تاني. وعشان جائزة تكون موجودة لازم يكون في سؤال، حنزل سؤال تاني في جياد قبل ما نطلع من جياد، هذه المدينة العامرة بأهلها وبطيبتهم، نزل سؤال تاني، تابعوا معانا نشوف في جايبه وجائزة جديدة. السلام عليكم. عليكم السلام. كيف حالك؟ الله يسلمك. نتعرف عليك. سعيدة حمزة عبد الباص. سعيدة حامد. حمزة. سعيدة حمزة. أي. مرحبا بك يا سعيدة، إن شاء الله أنت سعيدة في جياد. إن شاء الله. الحمد لله. جيتوا جياد متين؟ جينا من 2001. 2001. أي. ما شاء الله تبارك الله. أن إحنا جياد فيها قطاعات ثلاثة قلنا قبل، قطاع الصناعات وكده. القطاع بتاع الصناعات ده المصانع في جياد دايرين مني مصنعين، عارفين شنو من المصانع الموجودة في قطاع الصناعات في جداد؟ مصنع السيارات والحديد. السيارات والحديد. والحديد. أي. تاني عارفة شنو؟ والشاحنات. أها. والكوابل. الكوابل. أها. والألمونيوم. الألمونيوم. أي. خلاص أنا نقبل مني قديل وده اسمه منو؟ حسام. ها؟ حسام. حسام ما شاء الله. الله حسام صار صر مرقة الحر ذاته مأثر معه. ما عليك، نحن نتمناكم معانا من الفائزين إن شاء الله. إن شاء الله. الله يديك العافية. نتابع سؤالنا يا إخواننا. نزال. السلام عليكم. حمنا كيف حالك؟ ان شاء الله طيب. الحمد لله. اتعرف عليك. بشرى عبد الرحمن محجوب. بشرى عبد الرحمن محجوب. من نازيات هنا. ايوه. شغال في جياد ولا شغال في السوق؟ شغال في السوق. في السوق. نعم. انتوا ناس شنو؟ ها؟ ناس شنو؟ ناس اللحم والخضار. اللحم والخضار ما شاء الله تبارك الله. الله ما شاء الله. طيب سؤالنا، دايرين اثنين من غطاء، يعني في قطاع اسمه قطاع الصناعات في جياد، دايرين اسم مصنعين من القطاع، مصانع موجوده في مصنع دقيقه نسيقه هنا. لا نحن من المعادن، قطاع صناعه المعادن في السيارات طبعا. ها. والحديد. اها. وفي الالومنيوم برضو. اها. وفي كوابل ومواسير وهنايا كلها تابعة لجياد طبعا، الصناعات التابعة لجياد. تابعة لجياد. نعم. خلاص احنا نعتمد منك قصد، دايرين لنا اثنين، نتمناك معانا من الفايزين. الله يديك العافية. الله يبارك فيك. السلام عليكم. عليكم السلام. ان شاء الله طيبين. بارك الله فيك. الله يرفيك. كيف الحال؟ الله يرفيك. نتعرف عليك. الصادق بشر محمد البشير. الصادق. صادق مرحبا بك. الله يبارك. سؤالنا عن قطاع الصناعات المعدنية. ايوه. اللي بتكون فيه الصناعات المعدنية. دايرين اثنين من المصانع اللي بيحوين القطاع ده. طبعا القطاع ده بيحتوي على مصنع جياد الكوابل. نعم. جياد الحديد. نعم. جياد المواسير. نعم. جياد الألمونيوم. نعم. والنحاس. نعم. وفي مواسير جديدة اسمها جي في سي. نعم. قطاع جديد فيه تقريبا زي 6 مصانع أو 7 مصانع. والله نحن من حقيقة أنا دايرين اثنين، لقيت زول كريم ساعة ما حبينا نوقفك. الله يبارك. لكن قلت لك 6 ولا 7؟ أي 7. والله أنا خفت أكون تسوي تقول لك مصانع براك. الله يبارك فيك. أنا حنتمناك معانا من الفائزين. الله أكبر. إن شاء الله. إن شاء الله. يعني الناس ما داير الوفرة. صح والله. هاي داير الوفرة. أنا هنا معانا وخطنا برضو بيجاي نزالة، وإن شاء الله يعني تكونوا موفقين معنا. السلام عليكم. إن شاء الله طيبة. كيف حالك؟ نتعرف عليك. هويدة العاقب محمود. منو؟ هويدة العاقب محمود. هويدة العاقب مرحبا بك. نحن من حيك. جيتوا جياد 200؟ والله جينا 2001. 2001. ما شاء الله تبارك الله. سؤالنا عن قطاع الصناعات المعدنية في جياد. ما قلنا 3 قطاعات، في الشاحنات والتلاترادة، وفي لا وفي الصناعات المعدنية ده اللي هو فوق الألمونيوم. انت النسوان جينا كان حاجات كان بس الألمونيوم، بعد شوية تقول انا الفورومايكا والبايركسي وحاجات النسوان. انا احد دارين 3-2 بس من مصانع المعادن. شنو؟ الكوابل. أه. والحديد. والحديد. أه. والكوابل والحديد والنحاس والمواسير. انت رايك في المعادن؟ في الألمونيوم.
بالالومنيوم يا هم الناس المعادن. طيب ما قلت لك الالومنيوم ما قلت لك الالومنيوم والكوابل يعني بديت من البيت ودخلت عليهم بس ان شاء الله. والله نحن نتمناك معنا من الفايزين ان شاء الله. ان شاء الله الله يديك الصحه والعافيه. تسلم. الله يسلمك. الله يبارك فيك يا اخواننا دايرين ما شاء الله عمنا. مرحبا. شاركتنا؟ لا ابدا ما شاركتنا. نتعرف عليك. عبد السيد محمد مركز حسين. ها عبد السيد محمد مركز حسين. مرحبا بك. نحن بنحييك وسؤالنا عن قطاع الصناعات بجياد دارين يصير مصنعين شنو؟ شركة بروجة الهندسية وشركة الكوابل. والكوابل بروجة الهندسية والكوابل مصانع معادن دي؟ لا لا يعني دارين القطاع المعدني. القطاع المعدني الكوابل والألمنيوم. كوابل ولا الألمنيوم؟ نعم. طيب خلاص نحن نريد الإجابة عندنا وإن شاء الله تكون من إن شاء الله. محطتنا الثالثة كانت في جياد من حلقة الليلة ومع أهلنا زياد وبالأخص ناس القطاع الشرقي صح؟ القطاع الشرقي. نحن جينا القطاع الشرقي هنا ووصلنا الناس في السوق ولقيناهم ما شاء الله. أختنا سعيدة شالت البندورة وشالت الرغيف ومعاه حسام صح؟ اسمه حسام. سعيدة نحن الليلة إن شاء الله أنت تكوني سعيدة معانا. سألنا عن اثنين من المصانع اللي بيحوي القطاع المعدني والمصانع يا اخواننا كثيره فيها الالومنيوم وفيها الكوابل وفيها المواسير وفيها الحديد واختنا سعيده ذكرت لنا اثنين منهم. انت قلت الالومنيوم والكوابل ولا قلت ايش؟ المهم القلتين دي الاثنين هم اكثر. احنا قبلنا اجابتك اول اجابه صحيحه وحيوا سعيده يا اخواننا. ونحن بنبارك لك والله يا سعيده كمان مستعجلين بنظورتك دايما نفوت ان شاء الله. كان قاعد نصلط شيء وجاي هنا لكن نشوف جائزتك شنو نديك لك. نحن بنبارك لك وبنهنيك ان شاء الله. ان شاء الله. شكرا لكم وشكرا لقناه شروق. نعم دائما متابعين قناه شروق نحن ان شاء الله. الله يبارك. شكرا. الله يبارك. شكرا جزيلا. وقعد وقعد. مرحبا بكم. نحن في محطة جديدة وولاية الجزيرة. الآن نحن في المسعودية. المسعودية اسم معروف بالميم أخواننا ما تبغى تقول السعودية. المسعودية اسم معروف في ولاية الجزيرة منطقة زاد علم ودين وقرآن وتعليم وثقافة. سؤالنا في المسعودية سؤال جديد إجابته جديدة جائزته جديدة. في وسط عنا ناس المسعودية بنرحبون وبنحيون. تابعوا معنا يا اخوانا. السلام عليكم. السلام. مرحب حباب ابو الله يتولاك بارك الله فيك. الحمد لله تمام الحمد لله. نتعرف عليك. عبد اللطيف عالم الهدى بابكر. عبد اللطيف عالم الهدى بابكر. نعم. من ناس المسعودية اصلا؟ من المسعودية. جزورا من المسعودية. جزورا من هنا. نعم. ولدت قبلك؟ جد جدودي تولد هنا. جد جدودك؟ نعم. ده اللي هو بابكر ده الحاج علي سعيد. الحاج علي سعيد. اي نعم. يا اخي نحن بنحييك تحيه خاصه. مسابقتنا الشروق مرت من هنا. سؤالنا عن في المسعوديه دي. نعم. عرفت الاجابه الجائزه في العربيه. نعم. اتفقنا؟ نعم. جاهز؟ جاهز. بسم الله. اول من هو الشيخ الذي اسس اول خلوه لتدريس القران بالمسعوديه؟ الشيخ اللمين الشيخ ابراهيم الكباشي. الشيخ اللمين الشيخ ابراهيم الكباشي. متاكد؟ نعم. ناخذ اجابه نهائيه؟ نعم. هبطت راجع؟ هبطت راجع. خلاص انا هنعتبر دي اجابه. نتمناك معنا من الفائزين. الله يبارك. الله يديك العافيه. الله يسلمك. الله اكبر. الله اكبر. سلام بارك الله فيك. ان شاء الله طيبين. تعالوا يا اخوان. الله يسلمك. السلام عليكم. تعالوا تسهر نفسك. عندنا مفروشات. 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 ايوه. هنا دي في المسعوديه. انت من المسعوديه؟ انا من المسعوديه. ايوه. انت منو؟ حافظ. حافظ. ايوه. زي الحال. مرحبا بك. ان شاء الله طيب. الله يسلمك. احنا عندنا مسابقه حافظ. هاي. بنسالك سؤال. هاي. كان عرفته بنديك جائزه من العربية. هاي خلاص ذهب. لا لا ما هي لي انت يا ابو جاي عارض قلنا منك جيت عرضت لنا مفروشات قبلنا ودارين نديك السؤال دعاي للذهب. ما الذهب ما الذهب يجيب الذهب هي بيجيب الذهب ما ذهب لكن ان بيتها يجيب الذهب وقيمتها قيمه الذهب. اول من هو الشيخ الذي اسس اول خلوه لتدريس القران بالمسعوديه منه؟ هنا في المسعوديه. مصطفى الشيخ انا ديت منو؟ شيخ اللمين. اللمين منو؟ ها؟ لا شيخ اللمين. اقول له يا اخوان دو فرق. شيخ اللمين. شيخ اللمين منو اسمه؟
الكباشي. شو الكباشي؟ ها؟ الكباشي. أنت بتشيل الاسم الأخير لشيخ اللمين منو كامل؟ ما شيخ اللمين الكباشي. شيخ اللمين الكباشي. أيوة. إجابة نهائية. نهائية. أنت قريت في الخلوة دي؟ قريت هاي. والله. إن شاء الله. بتعرف بانصب بي رفع بي. كله بيشي شي شي كله. والله ربنا يديك العافية ونحن نتمناك معنا من الفائزين. أها. خلاص ما هي لما أنت يا باشا السلام عليكم. الله يديك العافية سلام عليكم. الله يحفظك. كيف حالك يا أخي؟ الله يحفظك بارك الله فيك. أنا حاسس سعيدين. نكون في المسعودية مع هنا ناس المسعودية والناس الطيبين والحنينين. سؤالنا في المسعودية أول شيخ أسس خلوة، من هو الشيخ الذي أسس أول خلوة لتدريس القرآن بالمسعودية؟ طيب أنا عشان الناس ما تروح، هو توفى 1869 وقل في ابنه الفقيه بابكر. نعم نعم. الأسس مسجد المسعودية العتيق. صح الفقيه محمد. الشيخ محمد دابكر. أسس ورد بابكر. الشيخ محمد دابكر أسس خلف ورد محمد دابكر. محمد دابكر برضه متوفي. بابكر متوفي. الفقيه بابكر ده. متوفي برضه. أبوه منه. ها؟ أبوه ده هو اللي أسس أول خلوة لتدريس القرآن. الفقيه بابكر أبوه منه. أبوه الشيخ منه. محمد. محمد منه. محمد دابكر. وده توفى برضه. بابكر ده توفى. يعني الشيخ بابكر اسمه الشيخ بابكر محمد بابكر محمد بابكر محمد بابكر هاي بابكر محمد بابكر يعني اول شيخ اللي اسس الخلاوي لتدريس القران في الجامع العتيق في السعوديه. الجامع العتيق ده ما عمله الشيخ البكي بابكر اللي هو ولد الشيخ اللي نحن بنزعل منه ده. الشيخ ده توفى سنه 1869. محمد بابكر الشيخ محمد بابكر واقف بابكر. مرحبا بك، نحن نتعرف عليك. عبد الله محمد عبد الله عمر الكنيني. عبد الله محمد عبد الله. نعم. نحن قلنا أول شيخ، وأن هو الشيخ الذي أسس أول خلوة لتدريس القرآن بالمسعودية. هو بعد توفى سنة 1869. نعم نعم. خلف ولده الفقي بابكر أن بنى مسجد المسعودية العتيق. نعم نعم. الشيخ الفقي بابكر محمد البدوي محمد الفقي بابكر. محمد الفقي بابكر. اسمه بابكر محمد البدوي الشيخ. محمد البدوي الشيخ. بابكر. محمد البدوي. البدوي. طبعا الشيخ محمد بابكر. البدوي دي بي. لكن اسمه منو؟ الشيخ محمد الفقي بابكر البدوي. الشيخ محمد. الفقي بابكر البدوي. محمد البدوي. بابكر البدوي. طيب خلاص أنا حنحتمي الإجابة. نعم. حباب. إن شاء الله. طيب. الله يبارك. اسأل عن شنو أنت؟ أنا بسأل عن شيخ. أسس أول خلوة لتدريس القرآن بالمسعودية. الشيخ ده مات سنة 1869، خلف ولده الفقيه بابكر البنى الجامع العتيق ده. أيوة أيوة. أبوه منو؟ أبوه محمد بابكر. محمد بابكر. نعم. الفقيه البدوي. أيوة حسب الرسول الشكري. حسب الرسول الشكري. نعم المسعودية. من المسعودية نحن بنحييك. حبابك عشرة. ونحن في المسعودية بنسأل. قلنا أول خلوة لتأسيس القرآن عملت في المسعودية. نعم. الأسس الشيخ منو؟ قلنا عشان نقرب للناس. أول خلوة. هاي. قلنا عشان. أسس الخليفة عبد الرحمن. عبد الرحمن منو؟ عبد الرحمن ال اسمه منو؟ نحن عشان نقرب لك. نعم هاي. قلنا الشيخ ده الشيخ اللي بنزعل منه ده يا إخوان الأسس الخلاوي دي. هاي. خلف ولده الفقيه بابكر البنى الجامع العتيق. نعم نعم. كويس. هاي. يتوفى سنة 1869. نعم. ده منو؟ الشيخ منو؟ أبو الفقيه بابكر. أبو الفقيه بابكر الخليفة عبد الرحمن. خليفة عبد الرحمن. نعم خليفة عبد الرحمن. أيوة الخليفة. طيب نحن نأخذ إجابة. أيوة. ونتمنىك تكون معنا من حبابك عشاء. الله يديكم بارك الله. الفوائز لكن متظنة. الفوائز أنت عارف ذكرتني شنو؟ أزمة عليك. دقيقة أنا النكتة ما قلت علينا. أنا أقول لي أها ما تشوف الشفقة دي. أها. واحد عنده لف. أها. مشتهي له مانجا. مشتهي له مانجا. وعنده لف واحد. مصاها والله خلاها. لا مشى هو أمير. تشوف شفقتك دي. قام مشى ليش ذا المانجا؟ قالوا المانجا ب2000. قالوا عنده لف. هاي. قالبها ديك ذا. أها. شال أول شيء قبضه كي تقول فاكر عين خايفة تجري. ها. هاي. دقيقة عفوا. هاي. أنا بسأل. دقيقة مهلة مهلة مهلة. نحكي له. هاي. بيجي. أها. قام قال له ديني لا بالي فدالي بالي قبضه كي تقول فاكر عين تقول بتجري. هو شي نزل لك في القريب ده خلى مويه مصمم يمدخ ساي ويبلع. نزل في اللب جوا ده حد مليفه وقع في العظم خلاك الراس هندسه علي الليف ماسكه يده انزلقت المنقى طارت قال له الف وطار. طيب مرحبا بكم. محطتنا كانت في المسعوديه. كثير من الترحاب وكثير من الحفاوه من أهلنا ناس المسعودية، ناس الكرم وناس الطيبة وناس الدين والقرآن والتعليم. نحن سعيدنا كثير بزيارتنا للمسعودية. سؤالنا كان عن
من هو الشيخ الذي أسس أول خلوة لتدريس القرآن؟ وقلنا توفى سنة 1889 ابنه الشيخ البكي بابكر، خلفوا البنى المسجد العتيق في المجعودية. الإجابة الصحيحة هو الشيخ محمد البدوي أو الشيخ البدوي، الشيخ أحمد البدوي أو الشيخ البدوي ابن محمد. ويتقال إنه الشيخ البدوي، يعني الناس بيقول الاسم البدوي أول زول أدان الإجابة الصح. في ناس قالوا عبد الرحمن البدوي، وفي ناس قالوا محمد البدوي، والاسم على البدوي ثابت لكن اختلفت الأسماء اللي قبله. أنا إحنا قلت لنا منو البدوي؟ لقيت ذات الاسم عبد الله محمد عبد الله عمر. عبد الله نحن بنحييك وسعيدين بك. يا مرحب بكم، بنبارك لك الفوز، فزت معنا يا اخواننا، حيوه. بارك الله فيكم، جزاكم الله خير، ونرحب بكم في هذه البلدة الطيبة. أنا إحنا سألناك كنت شايل الشافع، نزلنا منك عشان تشيل الجايز. يعني شفت ولدك ما شاء اسمه منو؟ اسمه عادل. عادل عبد الله محمد. عادل ما شاء الله، ربنا يحفظه. الله بارك الله فيك. بارك الله فيكم. بارك الله فيكم، جزاكم الله خير، وكثر خيركم وحوافكم العاشرة في المسعودية. جزاكم الله خير. بارك الله فيكم. ما زلنا متواصلين معاكم، ونحن في المسعودية. كنا شمال الزلط، سجينا جنوب الزلط، ناس جداد، سؤال جديد، إجابة جديدة، تابعوا معنا يا إخواننا. السلام عليكم، إن شاء الله طيبين يا، كيف الحال؟ ديكم العافية، الله يسلم. الحمد لله، الله يسلم، بارك الله فيك. السلام عليكم، إن شاء الله بخير. الله يسلم. شكلكم معلمات صح؟ نعم ما شاء الله تبارك الله. يعني احنا زمان بنعرف من الثوب الابيض، لكن الموظفات كلهم بيجي نلبس الثوب الابيض، بيجينا نعاي للظروف، كان لقينا امتحان رغم كده ولا هنا كده. تعرفونا معلمات؟ بعرف معلمات. يعني احنا نتعرف عليكم. الاستاذة حنان محمود، استاذة بتاعت فيزياء. استاذة فيزياء؟ نعم ما شاء الله، والله دي اصعب حاجة، وانا زمان كانت مبشتنا بيا. والله واحد صاحبي قال لي نيوتن ده كان اكل التفاحة دي ما كان ريحنا. ياكل التفاحة كيف يا محمد موسى؟ ما قال لي لو اكله وانتهى الموضوع. ايه بعد القانون الطلع بتاع الجاذبية الارضية وبتاع. ايوه ترى مثقف، انت عارف قانون الجاذبية الارضية يا اخي؟ انا ما قلت لك قريت فيزياء، قريت فيزياء وكيمياء، لكن الظروف ما عدت بس. ايوه والنهاية قلبت نكات غايتهم، لكن برضو عمل الجاذبية بيننا وبين الجمهور. والله تمام ما شاء الله. احنا عندنا سؤال، طيب نتعرف عليكم برضو. استاذ فاطمه حمدان، احياء. احياء ما شاء الله. وانت؟ فايزه احمد الطيب، رياضيات. رياضيات، يعني الواحد قاعد في نصكم علمي علمي ما في طريق. طوال نطلعك علمي. رياضيات احياء وفيزياء. نعم طيب سؤالنا، في انتوا من المسعوديين؟ لا نحن، انا ساكنه هنا في جياد. في جياد؟ نعم. لكن بتدرس في المسعوديه بنينا. طيب اذا 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 معلوماتك ساعدتك في انك عرفتي، يعني مثلا في جريده كان اسمها المسعودية الرائدة، صحيفة أصدرها هنا الناس المسعودية في زمن ما بعيد شديد، صدرت من لنا، وكانت أول جريدة من نوعها في السودان، يعني تصدر من منطقة يعني، وسام فيها أبناء المسعودية. و... أي شايفة فيها بيجي طوال كمان أي بيجي يأخذوا معلومات من المدرسة، هسه قبل فترة ماخذين معلومات عن نتيجة المدرسة، وبيأخذوا طوال بيجيبوا فيها أخبار الرياضة، وبيجيبوا فيها معلومات كثيرة ناس المسعوديين، الطلبة تاعين الجامعات الخريجين وديلا بيصدروا فيها. أنا دارين تاريخ تأسيس إصدارة، يعني إصدار الصحيفة دي كان سنة كم؟ 83 84 83 85 83 83 83. خيارات ان شاء الله. طيب يا اخي بارك الله فيك، الحمد لله، يعطيك العافيه. الله يعافيك. نتعرف عليك. سالم الطاهر. سالم منو؟ سالم الطاهر. سالم. سالم مرحبا بك من ناس المسعوديه. والله ابدا، مواطن مدني. من مواطني مدني، لكن علاقاتك بالمسعوديه؟ ايوه جدا، متزوج هنا. ايوه متزوج هنا. ايوه عنده في جريده في المسعوديه اسمها المسعوديه الرائده. جدا جريده بتصدر من هنا. يعني اسهم فيها جيل كبير من ابناء المسعوديه، وهي من اول يعني نوع من اول انواع الصحف اللي بتصدر في السودان بالنوع ده. يعني جدا. عارف تاسيسها كان سنه كم؟ والله الا ذا الواحد من الناس المسعوديه. يعني عمل لك دايفرت ولا شيء؟ ايوه. انت بتقدر تكون سنه كم يعني؟ والله بتكون غايته قبل 5 6 سنة كده. نعم 5 6 سنة. 5 6 سنة. اي 87. لو دي 2008 تكون كم؟ 2002. اي 2002. لا سنه احنا ناخذ اجابه منك، نعتمد اجابه ان شاء الله وتكون معنا ان شاء الله. 70. احنا نتعرف عليك اول. انا صديق نصر الدين علي المزعداني.
صديق صديق العادي. انت انا من نزلت في الظلال شايف هذه ان شاء الله لقيت في الظلال قلت لك في الظلال وقلت لا فيه وشفت في شارع ثاني وقلت ماشي في شارع ثاني حكم حد وقفت هنا لحد وقفت هنا ها بالكار ذي عندك كار ما شاء الله والله موديل كم ها موديل كم الكار لا 81 واحد سيوبر ها سيوبر نظيف ما شاء الله تبارك الله الحاجه تمام ملقطه كويس انا لانه لاحظت لك في الظلال من الظلال وشفت السوق انا الاول نعم وفي السوق لقيت في السوق يدكن وهنا لقيت البوكس حول حكم في البوكسي فوتو هاي قاعد اطلع وين قاعد اطلع اوكي بس وراك دريكم طوالي وقطعت الزلط قطعت الزلط مرخص 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 حد يعني ها مرخص مرخص 100 100 وتامين وتصديق 100 100 عندك تصديق تصديق والله تصديق اي شيء طيب انا حمد نزال بتعرف جريده المسعوديه الرئيس سمعت بها سمعت بها دي طيب الجريده دي اول جريده من نوعها في السودان هنا نعم. دارين نسال سؤالنا نعم. انه تاريخ تاسيسها كان 200 85 85 1985 متأكد متأكد منها 100 100 100 100 100 100 انت قريت الجريدة ها قريتها جريدة ما قريتها متأكد منها بس عارف اسال 85 عمرها هاي 85 طيب نحن نعتمد اجابتك ان شاء الله تكون معنا اللهم امين نتعرف عليك الاخت حنان بخيت حنان مرحبا بك من ناس المسعودية نعمة بالله الله يديك الصحة والعافية ونحن سعيدين بمشاركتك معنا نعمة بالله الله يكرمك سؤالنا في جريدة اسمها المسعودية الرائدة ايوه سمعتي بها تأسست عام 1982 1982 ايوه ان شاء الله طيب يا اخي الله يسلمك الله يسلمك نتعرف عليك حفظنا الله ابراهيم محمد عمر حفظنا الله من ناس المسعودية من المسعودية يا اخي نحن بنحييك وسعيدين الله يبارك فيك سؤالنا بسيط جدا نعم. سمعت في جريدة اسمها المسعودية الرائدة نعم في المسعودية هنا نعم قريتها قريتها طيب الجريدة دي هي من أوائل الجرائد في السودان بتدعم لمناطق يعني نعم. علابنا المسعودية ساهمت أيوة ساهمت في تعريف بالمنطقة ثقافيا وفنيا ورياضيا نعم. تأسيسها كان 200 77 77 77 1977 أنا كنت في السعودية 76 77 جاتنا في السعودية الجريدة دي 77 الجريدة 77 77 جبتنا البوكس ده ولا مو بوكسي؟ نعم يا هو بوكسي؟ اي الجماعة بقول له اطرب مزيق واحد قال ماشي السعودية عشان يجيب له بوكسي بس يقول لهم داير مزيق دي قال لك اللي وقفوا الشارع وقفوا لين غمر دي الناس بحر ابيض اي ناس تبعنا قال له يا زول قوم اصفح على بيكم قال اطرب مزيق قال له اخو مزيق الله نحن بنبارك لك وسعيدين معاكم اتمناك تكون معنا الله يبارك اديك انا كلمتين اي عندنا واحد كبير جدا في السن نعم. قاعد يلفك حباب الحباب بتعرفه الحباب العنقريب قال لي يا عم الحباب ده بوقعك انه خدتك في العالي داك خدت في العالي لما خدت في العالي داك ضانه ثقيل شويه قال احق قال لي هنا جاتك شبكه الله يديك العافيه نحييك والله طيب متابعينا في كل مكان مرحب بكم محطتنا كانت في المسعودية والأخيرة في حلقة الليلة سؤالنا كان عن صحيفة أو جريدة المسعودية الرائدة سؤالنا كان عن تاريخ التأسيس سعيدنا كثيرا أن نكون في المسعودية المسعودية اللي بيربطها شارع المعبد اللي انشأ 1963 كان يربط المسعودية بالخرطوم يسمى بعد ذاك شارع الخرطوم مدني ونحن بنحيي أخونا منو قلت صديق سردين علي صديق نصر الدين صديق نحن سؤالنا كان عن الجريدة تاريخ إصدارها وهو الإجابة الصحيحة كان 1985 وجاوبت أنت إجابتك صحيحة صديق ونحن بنحييك حي صديق والله وانت اجمل حاجه ما فيك الترحيل منك اه الله الترحيل ما هنا مشكله الترحيل لا بتغارت لا بتسوي بترحيل براك اي برحب براك والله نحن سعيدين بفوزك وانا سعيد شخصيا لانك انت تعبت من الزلط ودخلت الحله وجيت السوق وسويت هنا يعني لميت انزين لميت كان جاب لك الجائزه الله نحن بنحيك نفتح العربي نشوف جائزتك صديق معرس معرس اي ما شاء الله تبارك وعندك شوف عندي شوف نسي دور تيمان في تيمان الحمد لله ما شاء الله تبارك يربو في عزك سميت منو؟ سميتهم صفا وصابرين ما شاء الله تبارك الله, الله. الله. ان شاء الله يعني يجعلوا دنيتك صفا ويكونوا صابرين على الحياة الله اكبر يعني احنا يا صديق طالما انك انت مزوي نديك بوتجاز اربع عيون بفرن كبير تشيله توديه البيت ريح الله اكبر الله اكبر أحبابنا في كل مكان مضت اللحظات سريعة من ولاية الجزيرة لم نحس بالزمن البشاشة الكرم الحفاوة من كل الأهل بولاية الجزيرة لاستقبال الحافل مرت اللحظات ولم نحس بها إلا بعد أن أتت لحظة الختام
لحد هنا حلقتنا انتهت، أسئلتنا انتهت، جوائزنا انتهت، حتى حلقة جاية كونوا جاهزين، نحن جاهزين لكم. استودعكم الله وفي أمان الله ورعايته.